دائما مع كأس خادم الحرمين الشريفين في دوره الأول، والمباراة الثالثة التي جرت اليوم جمعت النصر حامل اللقب 6 مرات، آخر عام 1990 جمعته بالاتفاق حامل اللقب مرتين، آخر عام 1985. مديار رضوان معكم مرة أخرى أيها السيدات والسادة للحديث. مدرب نال الثقة بعد فوزه بالديربي الثمين الأرجنتيني ميغيل روسو سيعود لنفس الاختبار قريبا، وحاليا أمام الاتفاق. في الدوري النصر خسر من الاتفاق، في الكأس الموضوع مختلف. تاليسكا جرب الثابتة، تاليسكا تسبب بالبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لسعيد الربيعي. النقص العددي سرعان ما شكل العبء على إت الشرقية، فتراجع الجميع للدفاع والجميع بكفة، والرئيس مبولحي لوحده بكفة. رئيس مبولحي نجح في إبعاد كرة كانت رائعة من خالد على المدرجات. فينسنت أبو بكر غياب كبير من الناحية الهجومية للنصر، وتاليسكا موجود على كل الكرات كأنه يتفنن في إهدار الفرص، والنصر ما استغل زيادة لزيارة الشباك. الأمر وقع على عاتق الشاب الفنان خالد الغنام من غالط الحارس القدير مبولحي. اليسار والكرة تصوب، الله هدف من شأنه تصعيب المهمة، خاصة أن الاتفاق لعب بحرص شديد فلم نشاهده في الهجوم إلا فيما ندر. وعبد الفتاح آدم أهدر شبه انفراد دعونا نقول لوجود مضايقة من الدفاع، لكن هنا رئيس مبولحي، هنا تألق رئيس مبولحي، كانت الكرة أسهل. ومع دخول البديل نعيم سليتي أخيرا شاهدنا لمرة الحارس وليد عبد الله يمسك الكرة بين الخشبات، والجماهير احتفلت مبكرا قبل الصافرة. وهذه الهجمة تعبر عن بعض المشاكل النصراوية بأربعة لاعبين مقابل 2، والكرة أهدرت بغرابة. أربعة ضد، لكن بيتي مارتينيز أنهى الحكاية وأنهى. فارق الهدف غير مطمئن، لكن الاتفاق لم يقوى على الهجوم. تاليسكا بقي يتفنن حتى آخر اللحظات، والهدف كان كافيا لحجز مقعد لاختبار الديربي الكبير من جديد. من الرضوان، صدى الملاعب. ألف مبروك للنصر، هارد لك للاتفاق، وردود الفعل مع أحمد الجدي من الرياض. مبارك الجماهير النصراوية عامة واللي حضرت اليوم وآزرت الفريق خاصة، إن شاء الله تستمر الانتصارات. الأهم في مباريات الكؤوس هو الفوز والانتصار والتأهل للدور ما بعد المباراة هذه، وإن شاء الله يا رب نقدم الأفضل في الجاي إن شاء الله. حلو. الفوز على الهلال أعطاكم دفعة معنوية اليوم؟ لا عموما إحنا كنا نبحث عن فوز، يعني سواء مع الهلال أو من غيره كنا نفتقد الانتصارات، لكن الحمد لله تحققت وإن شاء الله تستمر. أول شيء مبروك الجميع، مبروك الجماهير النصراوية، انتصار مهم، تأهل مرحلة ثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، مواصلة انتصار أمر مهم لنا. أتوقع أن عندنا جميع مقومات أنه ممكن إحنا نستمر وننافس على جميع البطولات اللي جالسين نشارك فيها إن شاء الله هذا الموسم إن شاء الله. أبو بكر جاهز للمباراة القادمة؟ والله الموضوع هذا عند الجهاز الطبي، ما عندي معلومة مؤكدة بهالموضوع، لكن إن شاء الله هو صابته بسيطة وإن شاء الله أنه بيكون جاهز. أرد لك سبب خسارة اليوم برأيك؟ في كرة القدم يتكرر هذا السيناريو كثيرا، أتينا للفوز لكن لم نستطع، والنقص العددي أثر علينا. إيش اللي تغير؟ النصر والاتفاق لعبوا قبل تقريبا شهر، إيش اللي تغير الآن؟ هذه المواجهة كانت صعبة، ولعبنا ضد فريق منظم وقوي وكان لدينا لاعب أقل.